ايضا، واعتقل اخو الشيخ الشيخ سعد الله الحوالي ايضا اخو الشيخ. طيب لماذا؟ هذا سؤال مهم، يعني ربما يفهم اعتقال الشيخ بسبب مواقفه وبسبب كتابه هذا، ولكن لماذا يعتقل أبناؤه الأربعة وشقيقه أيضا؟ نعم، يعتقل أبناؤه الأربعة ولو كان لديهم أيضا، يعني هم عندهم الآن أصبح مثل الـ الإنسان الذي فقد صوابه وطار صوابه من هذا الكتاب الضخم الذي خرج للناس وانتهينا الآن، والكتاب فيه رسائل قوية جدا. والشيخ سفر من أزمة الخليج كما ذكر الأستاذ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، قال هو أول من ثقب جدار الوعي في بلاد الحرمين في تلك الفترة. والدكتور سعد الفقيه تكلم كلاما جميلا، قال حتى قلنا في تلك الأيام حينما قال برأيه، قلنا لا، لعله لا يضر سفر ما فعل بعد اليوم، يعني أنه قال شيئا لم يكن أحد في تلك الأيام لا في أنترنت ولا قنوات فضائية ولا هم يحزنون، إنما قال قولته. لماذا يعتقل هؤلاء؟ لأنه هؤلاء أقرب أبنائه المحيطين به، أقرب أبنائه المحيطين به. وكما نعلم أن الشيخ سفر أصيب بجلطة في الدماغ ب 2005-2006 تقريبا، أصيب بجلطة في الدماغ، ثم قبل سنة زرعت له كلي أيضا لأنه أصبح معاه فشل كلوي، ثم قبل أشهر خرج من المستشفى قبل تقريبا 3 أو 4 أشهر انكسر عنده الحوض. فكل هذه العلل وكلامه ونطقه صعب، ولكن اتجه للكتابة. هذا الكتاب 3059 صفحة كتبه الشيخ من ذهنه، ولم يكن هناك مراجع، كله من ذهنه، فيما يعني هذا يدل في أقل من سنة كتب الشيخ هذا الكتاب. هم رعبوا وارتعبوا من كل، لذلك هو في هذا الكتاب الشيخ يحذرهم، يقول إنه لا، إنني لا أملك إلا كلمة الحق التي لا خير في إن لم أقلها، وإنما تخاف منها العروش المهترئة والكراسي المهزوزة. نعم. طبعا هذا مثل هذا النفس عند الشيخ سفر الحوالي وعند غيره من إخوانه من العلماء والدعاة والمفكرين، حتى النساء. أنا قصدي أن أقول إنه هذا النظام أو السلطات